السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنبتدي في النيرفس تيشو. النيرفس تيشو زي ما انتوا عارفين هو one of the four basic tissues of the body. زي ما احنا عارفين ان جسمنا بيتكون من organs، والorgans دي بتتكون من tissues، والتيشوز دي هما أربعة basic tissues اللي هما الإبيثيليوم والكونكتيف تيشو، وعندنا كمان الماسكولار تيشو والنيرفس تيشو. طيب في نهاية المحاضرة دي المفروض نعرف ايه؟ في نهاية المحاضرة دي المفروض نعرف الـ classification و different types of nerve cells both morphologically and functionally، وكمان في نهاية المحاضرة دي هنقدر to describe الـ structure والـ correlated function of the nerve cell and its processes. طيب تعالوا بس في الأول كده نشوف تعالوا في الأول نشوف مقدمة عن الـ nervous system. الـ nervous system بيبقى عبارة عن إيه؟ عبارة anatomically عن two parts. الفيرست بورت هو السنترال نيرفس سيستم اللي هو بينكلود البرين والسباينال كورد، والسكند بورت هو البريفرال نيرفس سيستم وده بينكلود البريفرال نيرفس اللي هي نوعين، في عندنا كرينيال وفي عندنا سباينال نيرفس والاسوسييتد جانجليا، وجانجليا هنعرفها يعني ايه فيما بعد ان شاء الله. تمام، يبقى تاني بقى اناتوميكالي النيرفس سيستم بتاعنا عباره عن ايه؟ عباره عن جزئين، عباره عن سي ان اس وبي ان اس. CNS اللي هو Central Nervous System بينكلود البرين والسبايلر كورد، والPNS اللي هو البريفرال نيرفس سيستم وده بيشمل البريفرال نيرفس اللي هم نوعين زي ما احنا قلنا، عندنا الكرينيال وعندنا النوع الثاني اللي هو مين؟ السبايلر نيرفس. تمام، طيب ده اناتوميكالي. امال يا دكتور هيستولوجيكالي بيبقى عبارة عن ايه؟ تعالوا نشوف بقى مع بعض. هيستولوجيكالي النيرفس التشو بتاعنا بيبقى عبارة عن نوعين من الخلايا. النوع الأول هو النيرف سيلز أو اللي بنقول عليه نيورونز، وده الستركشرال والفانكشن يونت بتاعت مين؟ بتاعت النيرفس سيستم بتاعنا. دي الخلايا اللي بتجنريت وبترانسمت النيرف امبلس، هي دي اللي بتعمل لنا النيرف امبلس وبتبتدي تنقلها، اللي هي النيرف سيلز أو النيورونز. تمام كده؟ طيب وتاني نوع بقى من الخلايا، شايفين كل النيوكليوي الكتير دي هي السبورتنج سيلز. السبورتنج سيلز بتاعه النيرفس تيشو بنسميها نيوروجلايا او بنسميها جلايال سيلز. يبقى تاني بقى هيستولوجيكالي عندنا النيرفس تيشو عباره عن ايه؟ عباره عن نيرف سيلز او نيورونز، الخلايا الكبيره دي اللي طالع منها بروسيسز كتير دي هي دي نيرف سيلز او نيورونز، وعندنا سبورتنج سيلز كل اللي حواليها ده سبورتنج سيلز بنسميها نيوروجلايا، وطبعا بيبقى لها فانكشنز ثانيه غير انها عامله سبورت. تمام، طيب تعالوا بعد كده بقى نشوف مين؟ نشوف النيورون بتاعتنا دي او النيرف سيل دي عباره عن ايه. النيرف سيل زي ما انتم شايفين كده هي عباره عن تو بورس. ايه هما التو بورس دول؟ اول جزء ده اللي هو فيه النيوكلس والسيتوبلازم اللي حواليها بنسميه البريكاريون او السوما او النيرف سيل بودي. طيب وبعد كده عندنا ايه تاني؟ عندنا كل البرانشز والتفرعات اللي انتم شايفينها دي اللي بنسميها بروسيسز. يبقى تاني النيورون او النيرف سيل عباره عن ايه؟ عباره عن جزئين يا دكتور. ايه هما؟ نيرف سيل بودي ودي فيها النيوكلس والسراوندنج سيتوبلازم، وعندنا كمان البروسيسز اللي انتم شايفينها دي. ولو ركزنا هنتلاقي ان البروسيسز نوعين، النوع دوت اللي اسمه اكسون، الاكسون زي ما انتم شايفين كده بيبقى سنجل، هو وان بروسيس، بيبقى لونج زي ما احنا شايفين اهوت ويونيفورم في الدايمتر بتاعه. انما طبعا المالتيبل بروسيسز الكتيره دي بنسميها دندرايتس، وزي ما انتم شايفين هي بتبقى شورت كده وبتبقى تيبرد، التب بتاعتها بتبقى رفيعه وبتبقى برانشد. تمام، طيب تاني النيرف سيل عباره عن ايه؟ نيرف سيل بودي او بنقول عليها سوما او بيريكاريون وبروسيسز. البروسيسز كام نوع؟ الاكسون وده بيبقى سنجل ولونج ويونيفورم، واحد طويل على طول الخط بتاعه هو الدايمتر بتاعه يونيفورم دايمتر واحد خلاص. والنوع التاني من البروسيسز اهو اللي هي الدندرايتس، وانتم شايفينها هي مالتيبل وبتبقى شورت وبتبقى تيبرد، التيب بتاعتها كده مدببه وفيها برانشنج كتير زي ما احنا شايفين اهوت، على عكس الاكسون اللي ما بيحصلش عنده برانشنج غير في التيرمينال بارت بتاعه، حتى بنقول اسمه تيرمينال برانشنج او تيرمينال اربرايزيشن. تمام، طيب ده بالنسبه لاجزاء النيورون او النيرف سيل اللي هي الاستراكشرال والفانكشن يونت بتاعتنا في النيرف تيشو. طيب تعالوا نشوف بعد كده بقى الكلاسيفيكيشن بتاع النيرف سيلز اكوردنج لايه؟ اكوردنج لعدد البروسيسز، لعدد الدندرايتس والاكسونز اللي طالعه من النيرف سيل. في عندنا 4 تايبس اوف نيرف سيلز اكوردنج للنمبر اوف بروسيسز.
اول نوع اللي انتوا شايفينه ده اسمه يوني بولر. يوني يعني وان، يعني عندها وان بروسيس طالع من وان بول. فزي ما انتوا شايفين ده النيرف سيل بود اهو، وده وان بروسيس طالع من وان بول، فاسمها يوني بولر. ودي طبعا بتبقى فيري رير في الهيومن، بتلاقيها في الانيمالز وبتبقى سنسوري. تمام. طيب النوع الثاني بقى يا دكتور، النوع الثاني اهو برضو ده النيرف سيل بودي اهو، وبيطلع من وان بروسيس، بس وان بروسيس ده بيتقسم بعد كده زي حرف تي اهو لتو بروسيسز. واحد منهم بيشتغل بريفرال، يعني بيجيب من البريفرال تيشوز يعني كانه دندرايت، والتاني بيشتغل سنترال يعني هيخش على جوه على السنترال نيرفس سيستم كانه اكسون. تمام كده. يبقى النوع الثاني هو طالع منه وان بروسيس بس، يعني زي اليوني بولر اهو يا دكتور طالع منه وان بروسيس، بس في اليوني بولر الوان بروسيس مش اهو خلاص كده مش ستريت اهو، انما هنا في السودو يوني بولر. سودو يعني كانها لايك شبه اليوني بولر، اللي حصل ان بعد ما طلع البروسيس بيقول لك بيلف على بعضه كده وبيبقى كونفليوتد ويعمل لنا حاجه سفيريكال استراكشر اسمه جلومس او جلوميرولس، وبعد كده ينقسم زي حرف تي لوان بريفرال بروسيس اللي هو بيشتغل كانه دندرايت، وان سنترال بروسيس بيشتغل كانه اكسون. فهي شبه اليوني بولر في انها طلع منها وان بروسيس، ولكنها اختلفت انه بعد كده انقسم زي حرف التي نصين، فعشان كده سميناها هي شبه اليوني بولر فاسمها السودو يوني بولر. طبعا دي برضو سنسوري، وعاده بنتلاقيها في السنسوري جانجليا، واحنا كمان شويه هنعرف يعني ايه سنسوري جانجليا. تمام. طيب بعد كده يا دكتور عندنا ايه؟ عندنا النوع الثالث اللي اسمه باي بولر. باي يعني اتنين، يعني تو بروسيسز طالعين من التو بولز زي ما احنا شايفين اهو، واحد طالع من الابر بول والتاني من اللور بول، واحد فيهم بيشتغل بريفرال كانه دندرايت والتاني بيشتغل سنترال كانه اكسون. تمام كده. يبقى دي الباي بولر نيرف سيل هي اللي هي بيبقى طالع منها ايه؟ طالع منها تو بروسيسز من التو بولز، وبرده دي بتبقى سنسوري بس بنتلاقيها في اماكن السبيشال سنس زي الريتنا وزي الاولفاكتور ابسيليوم اللي هو الريسبتور بتاع مين؟ بتاع السمال. طيب النوع الثالث بقى يا دكتور، النوع الثالث زي ما انتم شايفين اهو طالع منه مالتيبل بروسيسز، فعشان كده سميناه مالتي بولر. مالتي بولر يعني طالع مالتيبل بروسيسز، واحد منهم بيشتغل اكسون والباقي كله شغال ايه؟ دندرايت. تمام كده. طبعا المالتي بولر يعني بتبقى هي دي الموست كومن سيل اللي موجوده في السنترال نيرفس سيستم، بنلاقي نوع خاص منها كده موجود في السريبرال كورتكس، بتبقى السيل بادي شكله بيراميدال عامل زي البيراميد فبنسميها بيراميدال سيلز، ففي نوع من المالتي بولر اسمه بيراميدال سيل هنشوفه في البرين. وفي نوع تاني بيبقى موجود في السيربيلم، بيبقى النيرف سيل بادي بتاعه بيبقى عامل زي الكوميترا، بيبقى بير شيبت فبيسموه بايريفورم. يبقى خدوا بالكم ان المالتي بولر هي الموست كومن، في منها انواع معينه زي البيراميدال اللي موجوده في البرين، وزي عندنا اللي هي البايري فورم اللي موجوده فين؟ في السيربيلم. تمام كده. يبقى دول الاربع انواع بتوعنا، بتوع مين؟ بتوع النيرف سيلز او النيورونز. ايه هم تاني الاربع انواع بتوع النيرف سيلز او النيورونز؟ يوني بولر، يوني يعني وان طالع وان بروسيس، باي بولر، باي يعني تو طالع تو بروسيسز، واحد بريفرال واحد سنترال، وعندنا السودو يوني بولر طلع منها وان زي بالظبط اليوني بولر ولكنه انقسم زي حرف تي لوان لتو بروسيسز، واحد هيشتغل بريفرال واحد هيشتغل سنترال، فعشان كده قلنا انها شبه اليوني بولر. الثلاثه دول زي ما قلت لكم سنسري. المالتي بولر بقى هي الموست كومن وطالع منها مالتيبل بروسيسز، واحد بيشتغل اكسون والباقي يشتغلوا دندرايتس. تمام. ما تنسوش ان البيراميدال والبايريفورم دي انواع من مين؟ من المالتي بولر نيرف سيلز. طيب ده اكوردنج للنمبر بتاع البروسيسز، خلاص عرفنا الانواع بتاعت مين؟ بتاعت النيرف سيلز بتاعتنا اكوردنج للنمبر اوف بروسيسز. طيب تعالوا بعد كده بقى، خلاص بعد ما عرفنا يعني ايه نيرف سيل، وبعد ما عرفنا الكلاسيفيكيشن بتاع النيرف سيلز اكوردنج للبروسيسز، تعالوا نشوف الاستراكشر بقى بتاع النيرف سيل والاستراكشر بتاع الديفرنت بارتس بتاعتها، ونبدا بمين؟ بالسيل بودي اللي هو اسمه بيريكاريون او سوما، واتفقنا ان السيل بودي او البيريكاريون او السوما ده الجزء اللي بيبقى فيه ايه؟ اللي بيبقى فيه النيوكليس والسراوندنج سيتوبلازم. طيب علشان نقول هيستولوجيكال استراكشر، يعني ايه هيستولوجيكال استراكشر؟ يعني لايت مايكروسكوبيك استراكشر والكترون مايكروسكوبيك.
طب يا دكتور، علشان بسهولة اجيب الاستراكشر المفروض اعرف الفانكشن. هي ايه وظيفة النيرف سيل؟ زي ما قلنا جنريت اند ترانسميت نيرف امبلس. هتعمل الكلام ده ازاي؟ هتعمله عن طريق نيورو ترانسميترز، يعني عن طريق بروتينز، يعني هي بروتين سكريتنج سيل. يبقى كلمة السر هنا في النيرف سيل والاستراكشر بتاعها انها بروتين سكريتنج سيل. طالما بروتين سكريتنج سيل، انت متوقع السيتوبلازم ده يبقى مليان ايه؟ مليان رايبوزومز، ار اي ار وفري رايبوزومز. طالما مليان رايبوزومز هيبقى بيزوفيليك ولا اسيدوفيليك؟ بيزوفيليك يا دكتور. بس خد بالك في نوع هنا خاص من البيزوفيليا خدته زمان، بيبقى اسمه سبوتي بيزوفيليا. بتلاقي الزرقان موجود في شكل سبوتس، في شكل بقع. كل بقعه من دول هي كوليكشن من الار اي ار مع الرايبوزومز الفري، واللي منها ممكن يبقى ماسك في الماسنجر ار ان اي، بيبقى عاملنا بوليزوم. كل بقعه من دول بنسميها نسل جرانيول. اشمعنى؟ علشان اللي اكتشفهم واحد اسمه نسل فسموه على اسمه نسل جرانيولز. يبقى خدوا بالكم ان صحيح السيتوبلازم بتاع السيل بودي او نيرف سيل بودي بيبقى بيزوفيليك نتيجه لانه مليان ار اي ار ورايبوزومز، بس البيزوفيليا دي بتبقى في شكل سبوتس او في شكل جرانيولز، نقط زرقاء اهيت، بنسميها نسل جرانيولز. طيب بما انها بيزوفيليك يبقى طبيعي انها نقدر نعمل لها او نشوفها بستينز تانية غير الهيماتوكسين. اي بيزك ستين ممكن نصبغ بيها النسل جرانيولز، وعندنا مثال تاني هو البيزك ستين بنشوف بيه النسل جرانيول اللي هو مين؟ الترودين بلو. تمام. طيب ده بالنسبه للون السيتوبلازم في الاتش ان اي او في اللايت مايكروسكوب، وده سهل جدا وجبناه من الفانكشن. طيب بالنسبه للنيوكليس، خليه زي دي بتعمل بروتين فهي اكتف سيل، فاكيد واكتف سيل ان بروتين سنسز، يبقى لازم النيوكليس بتاعتها زي ما انتم شايفين كده تبقى فيزيكولر ويبقى عندها بروملنت نيوكلولس. امال مين اللي هيعمل لها رايبوزومز؟ وطبعا زي ما انتم شايفين بتبقى لارج وسنترال كده، عامله زي العين بتاعت البومه بالظبط، فبيسموها اول اي ابييرنس. تمام كده. يبقى النيوكليس بقى اخبارها ايه؟ لارج وسنترال وفيزيكولر وذ بروميننت نيوكلولس اللي هي الاول اي ابييرنس. طبعا مش كل النيرف سيلز بتبقى النيوكليس سنترال، في اكسبشن لكده ولما ناخده هنقوله. تمام. طيب تعالوا بعد كده نشوف بقى ايه الاستراكشر بالالكترون. احنا كده عرفنا باللايت لون السيتوبلازم بيزوفيليك وبيزوفيليا مش عاديه، ده سبوتي اللي هي بنسميها نسل جرانيولز. وخدوا بالكم ان النسل جرانيولز دي ممكن تبقى ستين، تبقى اي بيزك ستين لايك التوردين بلو، والنيوكليس اخبارها ايه؟ لارج وسنترال وفيزيكولار وذ بروملنت نيوكليس لانها بروتين سكريتنج. طب ما تيجي نشوف بقى الالكترون. الالكترون ما هي برضو كلمه السر يا دكتور بروتين سكريتنج، يبقى هنتلاقي الاورجانيلز بتاعت اي بروتين سكريتنج سيل. ايه هم الاورجانيلز اللي بتلاقيها في البروتين سكريتنج؟ رايبوزومز، الار اي ار، فري رايبوزومز اللي هم كانوا عاملين لنا مين؟ الناس الجرانيولز. اهو كل دي سيسترني اوف ار اي ار، واللي عليها ده ايه؟ اللي عليها ده اللي هو الكترون دانس جرانيولز اللي هي رايبوزوم. طب وايه برضو نقط الالكترون دانس دي؟ ما هي دي رايبوزوم، وقلنا الار اي ار مع الرايبوزومز يعمل لنا ايه؟ يعمل لنا نسل جرانيولز. طيب بروتين سكريتنج سيل هنلاقي فيها ايه تاني يا دكاتره؟ هنلاقي فيها جولجي، وهنلاقي فيها ميتوكوندريا عشان تدي انرجي، وجولجي علشان ياخد البروتين من الار اي ار يعمل له موديفيكيشن وسورتنج وباكج. فدول الموست اباندنت او الموست ديفلوبد اورجانيلز اللي احنا هنلاقيها في اي بروتين سكريتنج سيل. الار اي ار اهوت والرايبوزومز اللي هم عاملين لنا النسل جرانيولز، واتفقنا هيبقى فيه جولجي كمان، وهيبقى فيه ايه؟ وهيبقى فيه ميتوكوندريا. ده بالنسبه للاورجانيلز. طب هو احنا السيتوبلازم بنشوف فيه اورجانيلز بس بالالكترون، ولا بنشوف سيتوسكيلتون وبنشوف كمان انكلوجنز؟ بنشوف سيتوسكيلتون وانكلوجنز. وخدوا بالكم ان اي خليه بيبقى طالع منها بروسيسز ولها شكل معين، ده اللي بيخليها تحافظ على الشكل ده زي النيرف سيل، انها بيبقى عندها ويل ديفلوبد سيتوسكيلتون. فانت متوقع هنا هتشوف الاورجانيلز بتاعت البروتين سكريتنج، هتشوف ويل ديفلوبد سيتوسكيلتون، وهتشوف انكلوجنز كمان، وهنشوفها مع بعض. طيب اتفقنا زي ما قلنا الاورجانيلز بتاعت البروتين سكريتنج اهمها مين؟ الار اي ار مع الرايبوزومز يعمل لنا نسل. طب النسل جرانيولز دي يا دكتور موجوده فين؟ في النيرف سيل. هل موجوده في النيرف سيل بادي والبروسيسز اللي هي الدندرايت والاكسون، ولا موجوده في اماكن معينه؟ قال لك لا، هي موجوده في كل النيرف سيل ما عدا الاكسون والاكسون هيلوك. هو ايه الاكسون هيلوك ده؟ ده بدايه خروج الاكسون من النيرف سيل بادي. يبقى خد بالك ان النسل جرانيولز موجوده في كل النيرف سيل ما عدا مين؟ اكسون هيلوك و الاكسون نفسه. يعني هي موجوده في الدندرايت؟ اه. موجوده في النيرف سيل بادي؟ اه. تمام، ناخد بالنا من الحاجات دي علشان الام اس كيو. طيب حلو جدا يا دكتور. طب فاكرين احنا قلنا السيتوبلازم بيبقى بيزوفيليك علشان في ايه؟ علشان في نسل جرانيولز اللي هي ار اي ار ورايبوزومز، فري رايبوزومز وبوليزومز. طيب حلو جدا، يعني معنى الكلام ده يا دكتور ان النسل باديز دي بتحب الاستين؟ اه، عندها افينيتي للاستين. الاستين دي كولر يعني كروم، وافينيتي ليها يعني فيليا.
فلو قلت لك ان النسل بوديز اسمها التاني كروموفيل يبقى مفيش مشكله، يبقى الاسم التاني للنسل بوديز كروموفيل. وعلشان كده يقول لك لما يحصل انجري للنيرف سيل بودي وتبتدي اللي هي وتبتدي بقى الناس الجرانيولز يحصل فيها ديجنريشن وتختفي يحصل لها لايسس، فبيسموا العمليه دي ايه؟ كروماتولايسس، يعني حصل لايسس للكروموفيل اللي هي الناس الجرانيولز. تمام كده؟ طيب والناس الجرانيولز عباره عن ايه تاني؟ اهو ار اي ار وفري رايبوسومز وبولي رايبوسومز. تمام؟ موجوده فين؟ في كل نيرف سيل ما عدا الاكسون هالك وما عدا الاكسون. ايه الاكسون هالك؟ ده بدايه خروج الاكسون من النيرف سيل بودي. تمام يا شباب؟ طيب تعالوا بعد كده نشوف مع بعض بقى ايه، نشوف مع بعض موضوع الناس الجرانيولز دي موجوده فين اهو، زي ما انتم شايفين اهو موجوده في النيرف سيل بودي وموجوده في الدندرايتس، بس ما بتبقاش موجوده في مين؟ في الاكسون والاكسون هالك. تمام؟ اللي هو بدايه خروج الاكسون من النيرف سيل والاكسون نفسه. تمام اهو زي ما احنا شايفين اهو فاضي اهو ما فيهوش مواد زرقاء خالص. تمام؟ اللي هي الناس الجرانيولز. طيب حلو جدا. طب ما تيجوا نشوف اللي بعدها. طيب نكمل بقى مع بعض الاورجانيلز. قلنا اول حاجه الار اي ار مع البولي رايبوزومز مع الرايبوزومز اللي هم على الناس الجرانيولز. البروتين اتكون هنديه لمين بقى يعمل له موديفيكيشن؟ اهو ده مين؟ ده الجولجي. طب هو الجولجي بيبقى موقعه ايه؟ موجود فين هو كمان؟ زي ما شفنا الناس الجرانيولز موجوده فين؟ قال لك الجولجي بيبقى موجود اهو، دي النيوكلس بتاعتنا وهو بيبقى موجود اهو بيري نيوكلر. يبقى الجولجي بيبقى موجود ايه؟ بيري نيوكلر. موجود بيري نيوكلر يبقى مش هيبقى موجود ولا في الاكسون ولا في الدندرايت. خلاص كده؟ هل بيبقى ستيند بالاتش ان اي؟ قال لك لا ما يتشافش الجولجي بالاتش ان اي، علشان نشوفه بنعمل له سبيشال ستيند اللي هي السيلفر. طيب والخليه دي محتاجه طاقه عاليه جدا فبيبقى فيها ايه؟ ميتوكوندريا. يبقى تاني بقى تعالوا بقى نقول ايه هم الاورجانيلز بتاعت البروتين سكريتنج. ايه هم؟ الرايبوزوم الراف اندوبلازميك ريتيكولم اللي هو الاتاتشد والرايبوزومز اللي هم مع بعض عملوا لنا ايه؟ عملوا لنا الناس الجرانولز، وعندنا البيري نيوكلير جولجي وعندنا النيومرس ميتوكوندريا. الجولجي مش موجود ولا في الدندرايت ولا الاكسون، انما الناس الجرانولز موجوده في كل حته ما عدا مين؟ ما عدا الاكسون هالك والاكسون. الاكسون هالك اللي هو الجزء الفانل شيب ده بدايه الاكسون. تمام كده؟ طيب عندنا ايه تاني موجود في النيرف سيل؟ عندنا ويل ديفلوبد سايتوسكيلتون. فاكرين سايتوسكيلتون كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن ثلاث حاجات، مايكروتوبيول و انترميديت فيلمنت ومايكروفيلمنت. المايكروتوبيول اللي موجوده في النيرف سيل بيسموها نيوروتوبيول. طب والانترميديت فيلمنت بيسموها نيوروفيلمنت. طب المايكروفيلمنت انتوا عارفين انها اكتين اصلا، فالثلاثه دول هتلاقوهم موجودين هنا وهم اللي بيحافظوا على الشيب، وكمان بيساعدوا في الترانسبورت بتاع مين؟ بتاع الفيزيكلز اللي بتحتوي على النيورو ترانسميتر. تمام؟ وهنشوف ده بيتم ازاي مع بعض. طيب هنلاقي انكلوجنز؟ اه هنلاقي انكلوجنز وهنشوفها مع بعض برضه. طيب تعال نشوف بقى السيتوسكيلتون تاني. قلنا عندنا مايكروتوبيول اللي بنسميها نيوروتوبيول، وعندنا انترميديت فيلمنت اللي بنسميها نيوروفيلمنت، والمايكروفيلمنت اللي هي الاكتين. طيب يهمني قوي ان انت تعرف وظيفه مين؟ وظيفه المايكروتوبيول. فاكرين دي المايكروتوبيول اهي، فاكرين المايكروتوبيول كان بيبقى ليها بلس اند وليها ايه؟ ماينس اند. الماينس اند كانت ناحيه مين؟ ناحيه النيوكليس. المايكروتوبيول هي اللي بتبقى مسؤوله عن الترانسبورت. طب هو الترانسبورت الطبيعي بيتم ازاي؟ في حاجه اسمها اكسونال ترانسبورت. ايه الاكسونال ترانسبورت ده؟ الترانسبورت اللي بيتم من خلال الاكسون. المفروض ان الترانسبورت من خلال الاكسون بيبقى اواي فروم السيل بودي او away from النيوكليس، بيبقى ماشي كده ترانسميشن ماشي كده لبره outward. خلاص؟ طيب لو حصل الترانسميشن بالعكس هيبقى اسمه inward. طيب هل في اسماء ثانيه بدل outward وinward؟ اه قال لك الترانسميشن لو مشي في الاتجاه الطبيعي بتاعه ده اللي هو بعيد عن النيرف سيل بودي في الاكسون بنسميه انتروجريد. طب لو مشي بالعكس يبقى ريتروجريد. تمام كده؟ طيب طب الترانسبورت ده هيتم ازاي يا دكتور؟ قال لك المايكروتوبيول بتشتغل عندنا كانها قضبان قطر، والموتور بروتينز بتتحرك عليها كانها عربيات القطر اللي هتشيل الفيزيكلز. طب واحنا عندنا كام نوع من الموتور بروتينز؟ طالما عندك نوعين من الترانسبورت يبقى اكيد عندك نوعين من الموتور بروتينز. طيب مين فيهم اللي بيمشي في الاتجاه الاوتورد اللي هو الانتروجريد اللي هو away from النيوكليس؟ الكاينيزين. الكاينيزين اللي فيه اس يمشي away from النيوكليس اللي فيها اس، علشان الاثنين فيهم اس فيحصل تنافر بينهم. طيب مين بقى اللي يمشي في اتجاه النيوكليس او يمشي انورد او ريتروجريد؟ الداينين. تمام كده؟ يبقى النيوروتوبيول او المايكروتوبيول وظيفتها ترانسبورت،
ترانسبورت ازاي؟ هي قضبان القطر والعربيات اللي بتمشي عليها علشان تشيل الفيزيكلز، اسمها ايه؟ اسمها موتور بروتينز. عندنا الترانسبورت في الاكسون بيتم في اتجاهين، يبقى عندنا اتنين موتور بروتينز، الاتجاه الطبيعي اللي هو الاوتورد او الانتروجريد اللي هو away from النيوكلس او away from السيل بودي، ده من العربيه او من الموتور بروتين المسؤول عنه الكاينزين. طب الاتجاه المعاكس الانورد او الريتروجريد، العربية او الموتور بروتين اللي هينقل اسمه او اللي هيتحرك اسمه الداينين، تمام؟ طب النيورو فيلمنت وظيفتها ايه؟ بتحافظ على الشيب وبتعمل سبورت، والاكتين نفس الكلام، تمام كده؟ طيب حلو جدا، يبقى دي السيتوسكيلتون بتاعنا. طب تعالوا نشوف بقى حاجة تانية. طيب تعالوا دلوقتي، قلنا عندنا اورجانلز وعندنا ايه؟ وعندنا سيتوسكيلتون وعندنا انكلوجنز. طيب الخلية زي النيرف سيل دي خلية اكتف ومحتاجة انرجي، يبقى اكيد عندها جلايكوجين مخزناه وعندها ليبت زي اي خلية في الدنيا، تمام كده؟ طيب قالك ان في بعض النيرف سيلز بتبقى زي ما انتوا شايفين دي كده، بتبقى بيجمنتد، بتبقى لونها بلاك، زي مكان في السنترال نيرف سيستم اسمه سابستانشا نيجرا، نيجرا جاي من نيجرو اللي هو بلاك. طب مين اللي ادها الكلر البلاك؟ بيبقى فيها ميلانين، فالجرانيولز اللي انتوا شايفينها دي ميلانين جرانيولز، تمام؟ دي ممكن تبقى انكلوجن موجود في النيرف سيلز. كمان النيرف سيلز دي ما عندهاش سنتريول، فبالتالي هي كانوت ديفايد، ما بتقدرش تعمل ديفيجن. طالما كانوت ديفايد يبقى هتعيش فتره طويله، طالما هتعيش فتره طويله هتفضل تجدد في الاورجانيلز بتاعتها، فالاولد اورجانيلز تبتدي تاكلها باللايزوزوم وتبتدي تعمل اورجانيلز ثانيه، صح كده؟ طيب نتيجة بقى للعمليات الوير انتير دي، في بيجمنت بتتجمع عندنا كده داخل الخلايا بتاعة النيرف سيلز او اي خلية لونج ليفد زي النيرف سيل وزي الكاردياك ماسل، اسمها ايه؟ اسمها لايبوفيوسين بيجمنت، فدي برضو من ضمن الانكلوجنز اللي ممكن تلاقوها في النيرف سيلز، بيبقى لونها جولدن براون. يبقى تاني ايه هي الانكلوجنز اللي ممكن نلاقيها؟ جلايكوجين وليبد، وده عادي جدا، ده عشان الاكل. ممكن نلاقي بيجمنت، طب عندنا كم نوع من البيجمنت ممكن نلاقيهم؟ ممكن نلاقي ميلانين في مكان زي السبستانشا نيجرا، وممكن نلاقي اللايبوفيسين بيجمنت بتاعت الوير انتير علشان دي لونج ليفد ايه؟ لونج ليفد سيل، تمام؟ طيب طيب تعالوا بعد كده، خلاص بعد ما شفنا الاستراكشر بتاعنا باللايت والالكترون مايكروسكوبي، تعالوا نعمل كومباريزون ما بين البروسيسز، ما بين الاكسون والدندرايت. وعلشان تعمل الكومباريزون دي بمنتهى السهوله اعملها على الدياجرام. عندنا البوينتس بتاعت الكومباريزون بتاعتنا، اول حاجه النمبر، بعد كده الديسكريبشن والاستراكشر والدايركشن بتاع النيرف امبلس بتمشي ازاي. زي ما انتم شايفين اهوت، من حيث النمبر الاكسون سنجل 1، انما الدندرايت لا مالتيبل. طب من حيث الديسكريبشن، الاكسون لونج طويل يونيفورم، يعني الدايمتر بتاعه واحد زي ما انتم شايفين اهوت، وبيبقى ايه؟ وبيبقى سن. امال الدندرايتس العكس تماما، بتبقى شورت وسيك ومدببه، مدببه هي التيب بتاعتها، فبنقول عليها تيبرد او تيبرنج، خلاص كده؟ طيب بعد كده من حيث البرانشنج، من حيث البرانشنج زي ما انتم شايفين كده الاكسون مش فضل ماشي ماشي ماشي، ما عملش برانشنج غير في التيرمينيشن بتاعه، فعمل تيرمينال برانشنج او تيرمينال اربورايزيشن. انما الدندرايتس لا، ده خرجت اهي وعملت برانشنج مره، ممكن تعمل مرتين وممكن تعمل ثلاثه، فبيبقى فيها اكستنسيف برانشنج. طيب من حيث يا دكتور الاستراكشر، السيتوبلازم بتاع كل واحده فيهم في ايه؟ اتفقنا ان الدندرايت ممكن نلاقي فيها كل حاجه ما عدا ايه اللي ممكن ما نلاقوش فيها؟ الجولجي. انما الاكسون لا، ده انت ممكن تلاقي فيه ميتوكوندريا وتلاقي فيه سيتوسكيلتون، بس في حاجتين مش هتلاقيهم فيه، اللي هما مين؟ الناس الجرانيولز والجولجي. طب من حيث بقى الدايركشن بتاع النيرف امبلس، متفقين ان الاكسون بينقل ايه؟ اواي، بعيد عن النيوكلس، بعيد عن السيل بادي، يعني بيطرد طرد مركزي. ما لو اعتبرنا ان السيل بادي ده هو المركز، يبقى هو بيطرد الامبلس بعيد عنه، فنقول على النوع ده من الترانسميشن سنتريفيجال. انما الدندرايت لا، بتجيب الامبلس تدخلها كده على النيرف سيل بادي، فهي بتكاري الامبلس تو وورد، ناحية السيل بودي، ناحية السنتر، فنسمي النوع ده سنتروفيتال، خلاص كده؟ يبقى تاني بسرعة يا شباب، يلا نشوف مع بعض كده كومبارزون ما بين الأكسون والدندرايت. أول حاجة النمبر الأكسون 1، الدندرايت مالتيبل. الديسكريبشن الأكسون طويل وثين ويونيفورم، الدندرايت لأ، ده بتبقى يا دكتور شورت وسيك وتبرن.
من حيث البرانشنج، الاكسون عنده تيرمينال برانشنج بس، انما الدندرايت عندها اكستنسيف. طب من حيث يا دكتور السيتوبلازم فيه ايه؟ السيتوبلازم بتاع الدندرايت فيه كل حاجه ما عدا الجولجي، انما الاكسون بيبقى فيه مينلي ميتوكوندريا وسيتوسكيلتون، وما فيهوش ولا جولجي ولا نسل جرانيولز. طب الدايركشن بتاع النيرف امبلس، الاكسون بيكاري النيرف امبلس اواي فروم السيل بودي، يعني سنترفيجال بيطردها، انما الدندرايت بتكاري النيرف امبلس توورد السيل بودي، يعني رايحه ناحيه السنتر، يعني سنتريبيتال. اوكي طيب تعالوا بعد كده نشوف يعني ايه نيرف ترانك. خلاص طيب احنا قلنا البروسيسز اللي طالعه من النيرف سيل نوعين، دندرايت واكسون. عايزه اقول لكم ان الاكسون الطويل ده بنسميه نيرف فايبر، يبقى لما اقول لك نيرف فايبر انا اقصد بيه الاكسون. خلاص كده طيب يعني ايه نيرف بقى، او يعني ايه نيرف ترانك؟ النيرف ترانك هو مجموعه من النيرف فايبرز بتبقى على شكل حزم، حزم من النيرف فايبرز متغطيه بكونكتيف تيشو. يعني اللي انت شايفه قدامك ده نيرف ترانك، حزم اهو، ادي حزمه وده حزمه ثانيه وده حزمه ثالثه ورابعه وهكذا. كل حزمه من دي جواها ايه؟ جواها نيرف فايبرز. ايه هي النيرف فايبرز دي؟ اللي هي الاكسون. والنيرف فايبر او الاكسون ده ممكن يبقى نيكد، يعني مش متغطي باي حاجه، وممكن يبقى انشيزد. انشيزد بايه؟ بوان او تو شيز، ممكن يكون متغطي بحاجه واحده او بحاجتين، بالذات في البريفرال نيرف سيستم. طيب لو هو نيكد خلاص، لو الاكسون ده او النيرف فايبر نيكد او بيرد خلاص مفيش مشكله. طب لو متغطي، هيبقى متغطي بحاجه واحده او حاجتين، ايه هما دول؟ لا اما يبقى متغطي بنيوروليما، لا اما بمايلين ونيوروليما مع بعض. طب مين الخليه اللي بتعمل لنا المايلين ونيوروليما؟ في البريفرال نيرف سيستم في خليه اسمها شوان سيل، دي واحده من النيوروجلايال سبورتنج سيل، هي اللي بتعمل لنا المايلين ونيوروليما، وهنشرحها ونفهم كل حاجه مع بعض. تمام كده؟ تاني باكد يعني ايه نيرف، يعني ايه نيرف ترانك؟ يعني باندلز، حزم معموله من النيرف فايبرز متغطيه بكونكتيف تيشو. وهنشوف دلوقتي ايه هي انواع الكونكتيف تيشو اللي بيغطي لنا النيرف ترانك. تمام يعني ايه نيرف فايبر؟ يعني اكسون. اكسون ممكن يبقى نيكد بيرد، وممكن يبقى متغطي بوان او تو شيز. تمام كده طيب بصوا كده، ده النيرف ترانك بتاعنا اللي هو مجموعه من الباندلز معموله من النيرف فايبرز ومتغطي بكونكتيف تيشو. تعال نشوف الكونكتيف تيشو بيغطيه على ثلاث مستويات، بيغطي النيرف بتاعنا على ثلاث مستويات. تلاقي الباندلز كلها كده محاطه من بره بكونكتيف تيشو عليها من بره، حوالين كل الباندلز واخدها كلها مع بعض كده، وعلى يعني ايبي، فبنسميه ايبي نيورين عشان ده نيرف. طيب وكل باندل اهيت محاطه بكونكتيف تيشو سراوندنج الباندل الواحده اهو، لما شدينا باندل اهو تلاقينا الكونكتيف تيشو اللي حواليه اهو، وسراوندنج يعني بيري، فنسميه بيري نيورين. يبقى البيري نيوريوم حوالين الاتش باندل. طيب قال لك كمان الانديفيدوال نيرف فايبر، خدنا نيرف فايبر من اللي جوه، النقط اللي جوه دي كلها نيرف فايبرز، خدنا واحد اهو، فبصينا تلاقيناه برده محاط بكونكتيف تيشو هو كمان، والنيرف فايبر موجود جوه الباندل، فيبقى الكونكتيف تيشو اللي محيط بالنيرف فايبر او الانديفيدوال نيرف فايبرز جوه الباندل وجوه يعني اندو، فنسميه اندو نيوري. عارفين فكره النيرف ترانك دي زي ايه؟ هقول لكم دلوقتي زي ايه بالظبط. عامله زي كابل الكهرباء، حد فيكم شاف كابل الكهرباء؟ الكهرباء بيبقى عامل ازاي يا دكتور؟ كابل الكهرباء بتلاقيه تخين وبيبقى محاط كده بشيس بلاستيك من بره. لو فتحت الشيس دي هتلاقي جواها مالتيبل كده وايرز، زي سلوك كده بتبقى تخينه شويه ملونه. طب لو جيت فتحت سلك من السلوك الملونه دي هتلاقيه مليان ايه؟ مليان فيلامنتس كده معموله من نحاس. هي دي الفكره بالظبط، ان احنا عندنا الكابل الكبير ده هو النيرف ترانك، والنيرف ترانك ده عباره عن باندلز من النيرف فايبرز. الباندلز هي يعني ده هو النيرف ترانك بتاعي كله اللي هو الكابل. الباندلز اللي هي الوايرز اللي جوه الكالرفول، كل باندل محاطه بايه؟ محاطه برده بشيس معموله من البلاستيك اللي هي بيبقى لها لون اصفر او اخضر او ازرق. تمام وبعد كده بتلاقي جوه كل باندل او جوه كل كالرفول واير من دول في فيلامنتس صغيره كده اللي هي معموله من نحاس. الفيلامنتس الصغيره دي اعتبرها الاكسون. خلاص كده بس الاكسون بتاعنا بيبقى هو كمان حواليه كده شيز بلاستيك صغيره او كونكتيف تيشو موجوده جوه. فهي دي نفس الفكره بالظبط، ان انت عندك النيرف ترانك ده عامل زي كابل الكهرباء بالظبط. خلاص الكابل الكبير كله محاط بشيز بلاستيك، او هنا بقى تبقى شيز كونكتيف تيشو من بره عليه على الكابل من بره على يعني ايبي، ونيرف نيوريوم تبقى اسمها ايبي نيوريوم. يبقى الايبي نيوريوم ده واخد كل الباندلز، واخد كل الباندلز. طيب
البندل الواحده بقى اتش بندل اللي هي السلك الملون محاطه هي كمان بكونكتيف تيشو حوالين البندل وحوله يعني بيري، ودي بندل في نيرف نيوريوم يبقى اسمه بيري نيوريوم، يبقى ده البيري نيوريوم اهو. طب والسلوك اللي جوه اللي هي النحاس هي كمان محاطه بكونكتيف تيشو موجود جوه البندل وحوالين الانديفيدوال نيرف فايبرز او الانديفيدوال اكسونز، فجوه يعني اندو ونيرف نيوريوم فنسميه اندو نيوريوم. تمام. تاني بقى ايه هو الكونكتيف تيشو كفرنج؟ ايبي حوالين كل البندلز، بيري حوالين اتش بندل، اندو حوالين انديفيدوال ايه اكسون او الانديفيدوال نيرف فايبرز. تمام اهو يا شباب. تاني ده النيرف ترانك بتاعنا عباره عن حزم من النيرف فايبرز او حزم من الاكسونز، كل الحزم محاطه بمين عليها من بره؟ ده ايبي نيوريوم. كل حزمه اتش بندل محاطه بايه؟ بيري نيوريوم. و اتش انديفيدوال نيرف فايبر محاط باندونيوريوم. طب ولو خدنا بقى نيرف فايبر، النيرف فايبر نفسه او الاكسون ممكن نلاقيه نيكد بيرد مش متغطي باي حاجه، ممكن تلاقيه متغطي ب 1 او 2 شيز. ايه هما التو شيز دول؟ ممكن يبقى متغطي بمايلين او بنيورولم، وهنعرف يعني ايه مايلين ويعني ايه نيورولم، واتفقنا مين اللي بتعمل لنا المايلين والنيورولم في البريفرال نيرف سيستم؟ الشوان سيل اللي هي واحده من النيوروجلايد. تمام حلو جدا اهو يا شباب. النيرف فايبرز الكلام اللي احنا لسه قايله عن النيرف فايبرز اهو. النيرف فايبرز بتبقى عامله ازاي يا دكتور؟ بتبقى لا اما نيجد مش متغطيه بحاجه، لا اما متغطيه ب 1 او 2 شيز. ايه هما الشيز دول؟ ده نيرف فايبر اهو او الاكسون بتاعنا اللي احنا بنسميه اكسس سلندر على اساس ان شكله سلندريكال، بيبقى حواليه 1 او 2 شيزز. ممكن يبقى حواليه مايلين اهم، لو هما اتنين هيبقوا مايلين. المايلين على فكره بيبقى عباره عن ايه؟ الرولز اللي انتم شايفينها دي، اللفات دي اللي معموله من السيل ممبرين بتاع الخليه اللي اسمها شوان سيل في البريفرال نيرفس سيستم. طبعا في السنترال نيرفس سيستم في خليه ثانيه بتعمل مايلين وهنعرفها. فاللفات دي من السيل ممبرين بتاع الشوان سيل اسمها ايه؟ مايلين. يبقى المايلين ما هو الا ايه؟ مالتيبل ريبس كده او سبايرال ريبس او لايرز من السيل ممبرين بتاع مين؟ بتاع الشوان. طيب هي لفت السيل ممبرين بتاعها حوالين الاكسون اهو، تمام، وعصرت السيتوبلازم وخرجته لبره مع النيوكليس، فالجزء اللي لسه فيه النيوكليس والسيتوبلازم ده بنسميه نيوروليما. يبقى ايه هما التوشيز بقى بتوعنا؟ مايلين ونيوروليما، معمولين في البريفرال نيرفس سيستم الاثنين عن طريق خليه اسمها ايه؟ شوان سيل. تمام كده؟ الشوان سيل تعصر السيتوبلازم وتلف السيل ممبرين اهوت حوالين مين؟ حوالين الاكسون، فتعمل لنا مايلين، والجزء اللي فيه السيتوبلازم والنيوكليس نسميه نيوروليما. تمام. قال لك بقى ايه؟ المايلين ده ما بيبقاش موجود كونتينوس كده، ده بيبقى انتربتد وبيبقى سيباريتد بحتت ما فيهاش مايلين، بنسمي الحتت دي نودز فروم فير، وهنشوفها مع بعض. يعني انت عايزه تقولي ايه يا دكتور؟ عايزه اقول ان المايلين بيبقى سيجمنتد، بيبقى ان فورم اوف سيجمنتس، بيبقى حتت، كل سيجمنت منفصل عن الثانيه بنود فروم فير، علشان كده السيجمنتس ديت بتبقى موجوده بتوين النودز، وبتوين يعني انتر، فساعات بنقول على السيجمنت انتر نودال سيجمنت. طيب كل شوان سيل بقى هتعمل لنا كام سيجمنت؟ قال لك 1 شوان سيل تعمل لك 1 سيجمنت. يبقى خد بالك ان كل شوان سيل تعمل لنا 1 سيجمنت بس من المايلين. تاني بقى يا دكاتره، احنا قلنا النيرف ترانك حزم من النيرف فايبرز، الحزم دي كلها متغطيه بايبنيوريوم، وكل حزمه لوحدها متغطيه ببرينيوريوم او سراوندد ببرينيوريوم، وكل انديفيدوال نيرف فايبر سراوندد باندو نيوريوم. طب لو خدنا نيرف فايبر وجينا نشوفه بقى اللي هو الاكسون، لا اما هنتلاقيه نيكت مش متغطي بحاجه، لا اما هنتلاقيه متغطي ب 1 او 2 شيز. ايه هما الشيز دول؟ مايلين ونيوروليما، معمولين في البريفرا نيرفس سيستم بخليه اسمها ايه؟ شوان. طب ايه الفرق ما بين المايلين والنيوروليما؟ المايلين هو عباره عن المالتيبل سبايرال لايرز بتاعت السيل ممبرين، سيل ممبرين لف كده حوالين الاكسون زي فكره السويس رول كيك لو شفتوه، اللي هو الرول كيك اللي بيبقى ملفوف دوت، بيروح لفين الكيك كده حوالين مين؟ حوالين الحشو بتاعها. هي نفس الفكره بالظبط، الخليه بتيجي تلف نفسها كده حوالين مين؟ حوالين الاكسون، وكل خليه بتعمل 1 سيجمنت من المايلين. طيب وبتعصر السيتوبلازم وتخرجه لبره مع النيوكليس، والسيتوبلازم والنيوكليس بقى هم ده الشيس الثانيه اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها نيوروليمال شيس. يبقى تعالوا نقول بقى النيرف فايبر اهو عباره عن ثلاثه ستراكشرز، اللي في النص ده اكسون. طب واللفات الرولز دي يا دكتور؟ دي المايلين. طب واللي بره ده ايه؟ ده السيتوبلازم والنيوكليس بتاع الشوان اللي هو النيوروليمال شيس. تمام. طيب
طيب تعال نشوف بقى الاكسون البارس بتاعته عبارة عن ايه. بصوا كده، قبل ما نشوف اجزاء الاكسون ايه، عايزين نعرف شوية يعني تيرمز مش اكتر. الاكسون بيبقى سراوندد بسيل ميمبرين وبيبقى فيه جواه سيتوبلازم. طيب السيتوبلازم بتاع الاكسون بيسميه اكسوبلازم، بس مش اكتر من كده. طب والسيل ميمبرين؟ ميمبرين يعني لمه، وبتاع الاكسون اسمه اكسونيم. يبقى خدوا بالكم بس ان لما اقول لك اكسوبلازم انا اقصد السيتوبلازم بتاع الاكسون، عشان لما اقول لك الاكسوبلازم بيكونتين نسل ترو اور فولس، لا بيكونتين جولجي نو، يبقى السيتوبلازم بتاع الاكسون اسمه اكسوبلازم. طيب والسيل ميمبرين بتاع الاكسون اسمه اكسولمه، تمام. طب الاكسون نفسه عباره عن كام جزء بقى؟ قال لك 3 اجزاء. الجزء ده اللي هو بدايه خروج الاكسون من النيرف سيل بودي اللي هو شكله فانل شيب، ده بنسميه اكسون هيلوك، اللي هو برده ما كانش بيبقى فيه ايه، ما كانش بيبقى فيه نسل. طيب واول جزء بقى بعد الاكسون هيلوك ده بيبقى نيكد، ما بيبقاش عليه مايلين ولا عليه نيورولمه، بنسميه الانيشال سيجمنت. طب سموه ليه انيشال سيجمنت؟ لان هو ده المكان اللي بيحصل عنده انيشيشن للاكشن بوتنشال والنيرف امبلس، فسموه الانيشال سيجمنت. طب وبعد كده بقيه الاكسون بقى اللي هو الاكسون بروبر، اللي هو بيبقى لا اما نيكد لا اما بيبقى انشيزد ب 1 اور 2 شيز. خلاص كده، يبقى ايه هم اجزاء الاكسون؟ تاني هم 3 اجزاء، البيجيننج بتاعه او الستارت بتاع الامرجنس بتاعه من النيرف سيل بودي اللي هو ايه، اللي هو الاكسون هيلوك. وبعد كده عندنا مين؟ عندنا الانيشال سيجمنت اللي هي بتبقى نيكد يعني ولا متغطيه بمايلين ولا نيورولما، واخيرا عندنا مين؟ عندنا الاكسون بروبر اللي هو ممكن يبقى نيكد وممكن يبقى ايه؟ يبقى متغطي بمايلين او بنيورولما، تمام؟ بصوا كده يا شباب، الدندرايتس ما بيبقاش فيه عندها ولا مايلين ولا نيورولما، وده نقدر نضيفه على فكره نقطه في الكومباريزون. من حيث المايلينيشن الدندرايت بتبقى نون مايلينيتد، انما الاكسون بيبقى مايلينيتد. المايلين زي ما قلت لكم ما بيبقاش كونتينوس، بيبقى انتربتد، خلاص مقطع كده، سيجمنتد سيبريتد بنودز بعقد، اهي عقد اهي، ده قطعه اهي، دي سيجمنت في مايلين ودي سيجمنت ثانيه وفي عقده ما بينهم اهي، جزء بيرد جزء نيكد بيبقى ما فيهوش مايلين، بنسمي الجزء ده او الاجزاء دي اللي عامله انتربشن نودز فروم فير. علشان كده ممكن نقول مايلين سيجمنت او نقول انتر نودال سيجمنت، على اساس ان السيجمنتس بتاعت المايلين موجوده بتوين النودز، وبتوين يعني انتر، تمام. اتفقنا ان وان شوانه اهيت هتعمل لنا وان سيجمنت، تمام كده، وان سيجمنت في مايلين. عملت المايلين ازاي؟ لفت السيل ممبرين بتاعها زي فكره بالظبط السويس رول لما بنلفه حوالين الحشو، خلاص. والسيتوبلازم اللي بقى سكويزد واتعصر وخرج لبره مع النيوكلس هو ده اللي بيعمل لنا الشيس الثانيه اللي اسمها ايه؟ نيورولمال شيس، تمام كده. طيب حلو جدا. طيب يبقى احنا الاكسون بتاعنا ممكن يبقى مايلينيتد ونيورولميتد، يعني معايا مايلين ونيورولما وفي البريفرال نيرف سيستم اللي عاملهم الاشوان. طيب قال لك ساعات ما الاشوان سيل ما بتعملش مايلين، بتعمل نيورولما بس. طب هتعملها ازاي؟ تروح جايه واخده الاكسون كده في انفاجينيشن فيها كده وتسراوند ايد بالسيتوبلازم والنيوكليس بتاعتها بس، وما تلفش حواليه. في الحاله دي في سيتوبلازم اهوت والنيوكليس بتاعت الشوين سراوندنج الاكسون، يبقى في عندنا نيورولما. ما احنا اتفقنا نيورولما هي دي، هي السيتوبلازم بالنيوكليس بتاعت الشوين سيل. ممكن تاخد وان اكسون او تاخد مالتيبل اكسونز، وفي الحاله دي طالما مفيش عندنا كده رولز او سبايرال لايرز لفت حوالين الاكسون من السيل ممبرين بتاع الشوين، يبقى مفيش مايلين، بس في سيتوبلازم اهوت وفي نيوكليس علشان هي خدت اكسون او خدت مالتيبل اكسونز ودخلتهم كده في حضنها في انفاجينيشن ولف يعني حاطتهم كده بالسيتوبلازم بتاعها، فهي عملت لنا نيورولما بس. فهي دي نيورولما شيس، معموله بايه نيورولما شيس؟ معموله زي ما انتم شايفين اهوت بمين؟ بالشوان سيل اللي هي بتبقى فلاتند سيل كده وعندها فلاتند نيوكليوي، وطبعا ما بيبقاش عندها اورجانيلز كتير. طيب ايه وظيفه بقى الشوان سيل؟ ما احنا قلنا يا دكتور بتعمل المايلين وبتعمل مين؟ وبتعمل النيورولما، وكمان يعني هي لها دور في الريجينيشن، هنبقى نشوفه مع بعض. ومش بس كده كمان، ده بيقول لك ان هي كمان الشوان سيل دي يعني بما انها بتعمل مايلين والمايلين بيشتغل كانسليتر، فهي اكيد لها دور في الانسليشن، يعني هي بتعمل انسليشن عن طريق المايلين، تمام. طيب انا بس عايزه اكد على كلمه سيلولر تيوبلر شيس. لما اقول لك سيلولر يعني معناه سيل، هي فعلا تيوبلر شيس هي حوالين الاكسون اللي هي نيورولما، معموله بخليه اللي هي مين؟ الشوان بالنيوكليس والسيتوبلازم بتاعها، خدت الاكسون اهو في جروف في حضنها، تمام. خلاص كده احنا قلنا الفانكشنز وهنرجع نشرحها تاني.
احنا كده خلصنا الجزء بتاع المحاضرة بتاعنا النهاردة. ما تنسوش طبعا الاستراكشر بتاع النيرف سيل اللي هو كان نيرف سيل بادي وبروسيسز. ما تنسوش نعمل كومبارزون ما بين الاكسون والدندرايت. ما تنسوش كمان الاستراكشر بتاع النيرف سيل اللي هو اللايت والالكترون، وكلمة السر هي بروتين سكريتنج. هنتلاقي الاورجانيلز بتاعت البروتين سكريتنج، هنتلاقي السيتوسكيلتون المحترم هو اللي مديها الشيب وبيبقى مهم جدا عشان الترانسبورت بتاع النيورو فيزيكلز اللي فيها نيورو ترانسميترز. هتتلاقوا كمان عندنا انكلوجنز مختلفه زي ما شفنا، تمام. ما تنسوش الاستراكشر بتاع النيرف ترونك وايه الفرق ما بين المايلين والنيورولما، وده هناكد عليه المحاضره الجايه تاني ان شاء الله. طب تعالوا بقى كام سؤال كده نشوف احنا فهمنا ايه. النيرف سيل اللي عندها تو بروسيسز، تو يعني باي، يبقى مين؟ برافو عليكم، الباي بولر. طيب سؤال تاني، الكروموفيل سبستانس، كروم يعني كلر وفيل يعني فيليا افينيتي تو ستين. قلنا مين السبستانس اللي كانت بتحب الصبغات وكانت بيزوفيليك؟ برافو عليكم، الناس البادي او الناس الجرانيلز، تمام. طيب النيورولمال شيس اتفقنا كانت عباره عن ايه ومعموله بايه؟ معموله، برافو عليكم، بالشوان سيل. وعلى فكره النيورولما ما بتتعملش غير بالشوان سيل، والنيورولما ما بتبقاش موجوده غير في البريفرال نيرفس سيستم. السنترال نيرفس سيستم ما بيبقاش فيه نيورولما شيس خالص، تمام. فالنيورولما شيس ما بتتعملش غير بالشوان سيل. طيب سؤال كمان معانا، السؤال جيف ريزن فور ناس الجرانيولز هاف افينيتي فور بيزك ستينز. ليه الناس الجرانيولز بتحب البيزك ستينز؟ بص عليها شوف هي عباره عن ايه. طالما بتحب البيزك ستين يبقى عندها نيجاتيف تشارج، يبقى عندها اسيد. وفعلا الناس الجرانيولز عباره عن ايه؟ عباره عن رايبوزومز اتاتشد وفري ار اي ار وفري رايبوزومز وبوليزومز. فيها رايبوزوم الار ان ايه اللي هو اسيد، يعني عليها نيجاتيف تشارج، طبيعي جدا انها تحب البيزك ستينز. يبقى السبب انها رايبوزومز. وعد بقى انواع الرايبوزومز المختلفه اللي هي ايه؟ الفري والاتاتشد، تمام. طيب احنا كده خلصنا محاضره النهارده. ثانك يو فيري ماتش.